السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في مباشرة من مدينة برشيد الحي الحسني بالضبط. معنا واحد الحالة اجتماعية وإنسانية ديال واحد الشخص عنده 60 عام، مريض مسكين مرجلي، عنده العروق مبوشين وكيعاني، يعني خايف أنه الأطباء لا يقطعوا ليه رجليه. كيطلب المساعدة من المحسنين. غادي يتكلم لنا سي عبد الرحيم على الحالة ديالو. تفضل سي عبد الرحيم. تفضل سي عبد الرحيم، قول لنا كيفاش. السلام عليكم. انا محن بزاف ومريض وما عنديش. شحال من عام وانت تصابيتي بهذا المرض؟ لا قول شهرين. شهرين دابا في هذه الحاله؟ شهرين في هذه الحاله بحالك. رجليك واللي نمشي عندهم كي. وتقدمتي بشي طلب للمحسنين هنا؟ طلبت من المحسنين والمحسنات. برشيد ما كاينش؟ ما كاينش. ما كاين حتى شي حد اللي وقف معاك؟ لا والو. نهائيا والو ما وقف معايا. ملي مشيتي عند الاطباء اشنو قالوا لك؟ كل كيقول لك هضره ديال رجلي لانهم محن بزاف، العروق مبوشين لك، تحليل ما داروا معايا حتى وحده. اللي مشيت عندو كيسافرك لواحد اخر. اللي مشيتي عنده يعني ما كيدير معك وحده. نعم. قلت لك سير على الطريق الاخر. فين مشيتي دابا؟ في برشيد ولا في الدار البيضاء؟ دابا خلينا الدار البيضاء، ما خلينا السطات، ما خلينا حتى بلاصه. اللي مشيتي عنده؟ اللي مشيت عنده كيلاوطني، ما كاين حتى حاجه. وكيفاش قالوا لك انهم يعني الا ما داويتيش من هذا المرض راه غيقطعوا لك هذا الرجلين ديالك؟ لا ما قالوش ليا. ما قالوش ليا. ما قالوش ليا. ولكن قال لك محن بزاف. الحاله ديالك، الحاله ديالك يعني صعيبه بزاف. عاد قال لك حرق في الكرش. نعم. ولي خاصو يتفتح يتحيد ولا العرق فين؟ في الكرش. في الكرش. اها. ولي جامع داك الشيء خاصو هذاك يخوخ، هذا كيسرحوا العروق ديالك. وكيفاش تتصابيتي بالمرض سي عبد الرحيم؟ انا سيدي كنت خدام عند واحد. اها. وكنت كنعقد الصباط. كتزير السيور ديال الصباط. كنزير السيور من تحت. اها. من 5 الصباح حتى 12 ديال الليل. هادي عادي يعني سواء تكون خدام ولا ما تكونش خدام، يعني اللي ديما عاقد الصباط وصافي. الصباط ديالو بزاف كيورك على دوك العروق ديال الرجلين. هما اللي كتورك على العروق ديال الرجلين. ملي دار بقات هادي ما حدا يزيد يستنفخ هاي. رجل. حدو العروق ما يزيد يخرجو. اه. صافي شوف. الرجل اليمنية عندك هي اللي تنفخات دابا. اليمنية هي اللي واكلة الصح. نعم. ولا سرية راه هي بحالها، قول بحالها تاهي وصافي. نعم. لا يسري هي راه بحالها. يعني تقريبا الرجل اليمنية ولا الرجل اليسرية نفس المشكل. نفس المشكل. يعني العروق مبوشي. تا الأخرى هي ديجا بحال غادي تولي بحال الأخرى. ما بغيناش نبينهم لأنه رجلين للأسف يعني في واحد الحالة يعني كان. ودابا سي عبد الرحيم شنو الرسالة اللي كتوجهها؟ دابا كنطلب من المحسنين. قناة شوف تي في. كنطلب من المحسنين والمحسنات يعاونوني. ما عنديش. باش غادي يعاونوك علاش؟ يعاونوني يداولوني يدوني للسبيطار. باش تمشي للسبيطار باش نمشي للداوا وباش ندير يعاونوني في سبيل الله. دير عمليه. داك الشيء. وهاد العمليه شحال طلبوا لك؟ العمليه؟ شي 2 مليون تقريبا. جوج مليون جوج ونص. جوج ونص تقريبا. وانت ما عندكش باش دير هاد العمليه؟ ما عنديش لا 4 دراهم. وكيفاش كتعيش سي عبد الرحيم؟ وهادي عايشين عقد الوقت. الحمد لله. كيف ما كتشوفوا متابعي قناة شوف تي في، احنا مع هاد الحالة الاجتماعية. كيف ما كتشوفوا متابعي قناة شوف تي في، احنا مع هاد الحالة الاجتماعية والإنسانية ديال الأخ عبد الرحيم. الأخ نسيب ديالو نسيبو. تكلم لينا، عاود لينا عن المشكل ديال سي عبد الرحيم. تفضل سي. السلام عليكم. بدي اتيفي. انت نسيب ديال سي عبد الرحيم ياك؟ نسيبو. نعم تفضل اسيدي. انا تطلبوا من الناس يعاونوا السيد هذا مسكين، خاصو على السبيطار. طالبين ليه 2 جنيه ما عندوش، وتنتمنى من المحسنين والمحسنات يعاونوا، وتمنى من عبد الرحيم اللي كان يسمعنا يعاون السيد هذا. وحجك ومقامك هو فيه
عاونتي هاد السيد هذا. يعني كتبلغ النداء ديالك لجميع المحسنين، لجميع المحسنين يعاونوا هاد السيد هذا، يتساعدوا مع هاد السيد هذا مسكين. وي ويشوفوا لو كنشوفوا يعني ما بغيناش نبينوا الصوره، رجل وي رجلي مسكين محروقين بزاف، ودينا شحال من السبيطار، شي واحد ما بغى يشدو. علاش اخويا ما بغاوش يشدوه؟ وكل واحد اش يصيفطو، كل واحد يصيفطو للسبيطار. هو مشي للداو 16 ما شدوش، دينا البرشيد ما شدوش، دينا الكازا ما شدوش، حتى حاجه ما داروش معاه. من ربع انا معاه حتى 12 ديال الليل. ما بغاوش يشدوه على قبل الفلوس ولا على شي حاجه اخرى؟ على قبل الفلوس ولا قبل عندو العمليه صعيبه شويه. عندو العمليه صعيبه. عمليه صعيبه شويه. قالوا لكم في الاخر اخويا؟ وفي الاخر قالوا قدي ملي جبنا للدار صافي بقينا حطينا ما بقيناش دينا، ما حيتش مسكين ما عندوش باش يدير، خاصو بزاف ديال الحوايج، خاصو بزاف ديال الدواء، خاصو باش يداوي باش ينعس في السبيطار. هما طالبين لي 2 ملايين ونص، ما عندوش، تنطلبوا من الناس يعاونوه. يعني هذا هو النداء ديالكم اللي كتوجهوه؟ هذا تنطلبوا من الله والمحسنين يعاونوا هاد السيد. يعني غير باش تفضل الاخ تكلم، تكلم خذ راحتك. و تنتمنوا لطريق القادري لو سمعنا في هذا النداء هذا يتعاون مع هذا السيد، هذا هو الحاج ديالو، هذا هو المقام ديالو، انه يتساعد مع يتساعد مع هذا السيد هذا. انا امتى عنده العمليه خويا؟ نهار الثلاث ان شاء الله باذن الله. هذا الثلاث هذا ان شاء الله مع الصباح. ولكن باقي يعني انتم كديروا النداء يعني الجانب المادي كيفاش غديروا فيه؟ ونتمنوا من الله ومحسنين لهم يشوفوا من حالة السيد هذا يعاونوا. يعني كنشكرك الاخ. امين اخويا. جميع متابعي قناه شوف تي في، كيف ما كتشوفوا متابعي قناه شوف تي في، احنا مع هاد الحالة الاجتماعية والإنسانية ديال السي عبد الرحيم اللي هو عنده العروق ديال رجليه مبوشين، العروق ديال رجليه مبوشين تقريبا، وبغى يدير عملية. طلبوا لي هذه العملية أنها تكاليف ديالها 2.5 مليون، هو ما عندوش، عنده وليدات يعني جالس في الدار، وتا شي سبيطار ما قبلو، لا المستشفى ديال سطات، لا المستشفى ديال برشيد، لا المستشفيات بالدار البيضاء، وهو مقبل على إجراء هذه العملية الجراحية اللي غادا دار نهار الثلاث. كيوجه الاثنين، كيوجه النداء ديالو للمحسنين والمحسنات، والله راه ما غاديش يضيع اجر شي انسان دار شي عمل ويوقف مع هذه الحاله الاجتماعيه. متابعي قناه شوف تي في، كنشكركم على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم، والى اللقاء في بث مباشر اخر مع حاله اجتماعيه جديده.